اليوم اجت المبادرة من منتدى التنوير الفلسطيني الثقافي لإثبات حقنا الدائم والمستمر والمتجدد في الوقفات المضامنة والمشاركة والمبايعة لأهلنا بغزة وأهلنا بالضفة. كان مفهوم الوقفة كعمل سكتش بسيط حول الدمار اللي بمر فيه أهلنا في غزة، الأطفال المقطعين والرجال المقطعين، فكانت الوقفة بهذا التوجه. وكان المبادرة بتحس على أنه يكون فيه أجسام مقطعة على الأرض بتدل على حجم المأساة وحجم القتل اللي عماله بمر فينا كشعب فلسطيني على مرأة ومصنع من العالم.